عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ندوة صحفية على إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية، وعلى إثر سؤال أحد الصحفيين حول تصوره للعلاقات المغربية الجزائرية، أشار الرئيس عبد المجيد أن العلاقات بين الشعبين جيدة، وأن المغاربة شعب طيب ظريف ومحب للشعب الجزائري، وكذلك الشعب الجزائري محب للمغاربة. وردا على التصريحات التي قام بها إثر حملته الانتخابية حول تقديم المغرب اعتذار رسمي للجزائر، أشار عبد المجيد إذا أراد المغرب أن تكون له علاقات جيدة بالجزائر وفتح الحدود بينهما المغلقة منذ سنوات، قال أن فتح الحدود لا يمكن أن يكون إلا إذا أزيلت أسباب الخلاف، وسبب الخلاف هو إقدام المغرب على غلق حدوده. وقال الرئيس عبد المجيد احنا اللي حب ودنا نودوه، واللي حب عكس داك الشيء نعرفوه، والمعامله بالند للند. واضاف ان لا احد يستطيع ان يدعي وصايته على الجزائر. وهذه التصريحات الجديده تؤثر على العلاقات بين البلدين المتاثره اصلا. واشار عبد المجيد ان المغرب أغلق حدوده على الجزائر وعلى الجزائريين بعد التفجير الإرهابي في أطلس إسلي بمراكش سنة 1994، وفرض التأشيرات على الجزائريين، وقال أن 350 ألف جزائري أصبح محاصرين في المغرب، وأشار أن الجزائر ليس لها دخل في هذا التفجير، وأن الجزائريون ليسوا إرهابيين. وعليه يقول عبد المجيد أنه يجب على المغرب أن يقدم اعتذار للشعب الجزائري، لأن المغرب اتهم الجزائريين بالإرهاب. وقال الرئيس عبد المجيد أن هذا التصرف بمثابة إهانة للشعب الجزائري، وأنه على المغرب إذا أقدم، وأن المغرب هو الذي أقدم بغلق الحدود، والجزائر تصرف برد فعل حيث أغلق هو الحدود كذلك. وعليه يجب، يقول الرئيس الجزائري، وعليه يجب إزالة أسباب الخلاف لتعود العلاقات جيدة بينهما. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بعد هذا الإغلاق قد تضررت بين الطرفين،